أكد سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة أن الحركة الرياضية البحرينية تقدمت خطوات كبيرة على سلم التطور الرياضي العالمي بفضل الاهتمام الكبير واللامحدود من قبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، والذي وضع اللبنات الأساسية للرياضة البحرينية. جاء ذلك أثناء اللقاء الإعلامي الذي عقده سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة وبحضور سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة مع رؤساء تحرير الصحف المحلية. وقال سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة: تدين الحركة الرياضية البحرينية في تطورها إلى حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى الرياضي الأول في مملكة البحرين، الذي منح الرياضة والرياضيين مساحة واسعة في رؤية جلالته بجعل البحرين عاصمة الشباب والرياضة، علاوة على المرسوم السامي بإقرار قانون الاحتراف الرياضي الذي سيمنح الرياضة البحرينية مجالا كبيرا للانتقال من الهواية إلى الاحتراف وصناعة الرياضة. كما أشار سموه إلى الاهتمام البالغ الذي يستأثر به قطاع الرياضة من قبل صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، وهو الأمر الذي اتضح من خلال تضمين برنامج الحكومة للعديد من المبادرات الرائدة والموجه للقطاع الرياضي، ومن بينها قانون الاحتراف الرياضي. ونوه سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة بالدور الكبير الذي بذله سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية في متابعة وتنفيذ مبادرات استجابة، مشيدا بالحرص الكبير من قبل سموه على الارتقاء بالقوانين والتشريعات والجوانب الفنية والإدارية التي ترتقي بالعمل الشبابي والرياضي في مملكة البحرين. وأشار سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة: لقد قام سمو الشيخ فيصل بن راشد الخليفة نائب رئيس لجنة التنسيق والتنفيذ والمتابعة استجابة بجهود كبيرة ومقدرة حققت العديد من الإنجازات في البرنامج. وقال سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة: ننظر بعين من التفاؤل إلى مستقبل القطاع الرياضي البحريني بفضل الاهتمام الكبير من قبل حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى ومتابعة واهتمام صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، كما أن الثقة في قدرات سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة في تولي قيادة عجلة الحركة الرياضية البحرينية سيكون لها الأثر الكبير في تحقيق الرقي للرياضة البحرينية. من جانبه أكد سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية أن حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه منح الرياضة البحرينية أولوية، مما ساهم في إحرازها مكانة متقدمة بين مصافي الدول الأكثر تميزا في مختلف المنافسات الرياضية. وقال سموه: نسير في برنامج استجابة على خطى ورؤية حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى، حيث شهدت الرياضة البحرينية تطورا ونقلة نوعية بارزة في مختلف أركانها. كما أشار سموه إلى أن السعي في برنامج استجابة ينصب على تحقيق توجيهات صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في تحويل القطاع الرياضي لقطاع داعم للاقتصاد المحلي والانتقال بالرياضة إلى الاحتراف والصناعة. وبين سموه أن ثقة سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ومبادرات سموه ساهمت في قيادة عجلة الحركة الرياضية البحرينية إلى تحقيق العديد من الإنجازات الرياضية المتميزة، مؤكدا سموه متابعة العمل من أجل تنفيذ المزيد من المبادرات التي ترتقي بالجانب الشبابي والرياضي وتجعل الحركة الرياضية البحرينية تسير بخطى ثابتة نحو التطور في كافة مجالاتها.